هذا من عقيلة صالح السيد المحترم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بعد التحية بناء على قرار مجلس النواب الصادر بتاريخ 1 مارس 2022 بشأن منح الثقة للحكومة الليبية وإلى أدائها اليمين الدستورية بجلسة يوم الخميس 3 مارس وبهذا تعتبر حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية. عليه يطلب منكم، ركزوا معي، الاحتفاظ بالإيرادات الناتجة من بيع النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا الخارجي وعدم إحالتها إلى حساب الإيرادات العامة مؤقتة، وذلك إلى حين اعتماد قانون الميزانية العامة وصدور قرار بالصرف المجلس النواب. تخيلوا عقيلة صالح يبي يجوع الشعب الليبي، يا تقبلوا لندير فيه يا ريح نجوعكم. نعم، هذه المراسلة هي إعلان لتجويع الشعب الليبي. تخيلوا، شوفوا وين يوصل به الفجور، وشوفوا وين يوصل به الهبال، إنه يدير مراسلة للمؤسسة بحيث تحتفظ بإيرادات النفط، لأن حاولوا يسكروا النفط في شل البرنامج، لأن أي محاولة لتسكير النفط اليوم، الدولار النفط يوصل 140 وممكن متوقعين يوصل لل 200، تصوروا يعني هذه أي دولة تنتج في النفط هذه مرحلة ذهبية لها لرفع رصيدها من النقد الأجنبي. تصوروا يجي عقيلة صالح اللي ليه من 2014 وهو يسرق في ميزانية الشعب الليبي وهو عايش على دقن الشعب الليبي وعلى حساب الشعب الليبي اللي هو المدة متاعه، لو فرضنا أن هو ما فيش حكم محكمة دستورية وإنه تمام 18 شهر، تخيلوا لي 8 سنين وهو زايط، يعني اللي صرف عقيلة صالح في هالثمانية سنين شيء مهول جدا، ملايين اللي صرفهم بروحها مش مرتبات الأعضاء، اللي ينصرفوا عليه هو، عليه رحلاته وعليه فنادقه وعليه التجهيزات متاعها اللي دارها في القبة وعليه الملايين اللي سرقها وعليه الأراضي اللي شراها في درنا و ملايين. طبعا في ناس تسجل في كل شيء وحنطلعوه في كتاب بإذن الله. هو يحسب روحها، يحسبها زمن ولا بالكامل، ولدك ونسيبك وكل اللي يشرب اسمك في الأراضي كلها موثقة، كلها موثقة، ملايين صرفهم، واليوم يدير مراسلة زي هذه هي لتجويع الشعب الليبي. طبعا لما نقول هيك معناه ما عادش في مرتبات، منين بيجوا المرتبات؟ هم المرتبات كل شهر وشهر، ما عادش في مصروفات، ما عادش في هل هاي توا تفضلوا، هاي توا قبل شوية أمنا السيدة ونيس عبيد أم الشهيد جلال مخزوم تشكي إن المهجرين ما مرتب إيجاراتهم، حالتهم، تبي الحكومة تلتفت لهم، ونحن نضم صوتنا إلى صوتها ونطلب من السيد عبد الحميد بيبة أن يعطي الأولوية لإخواننا المهجرين. لكن عقيلة صالح يدير مراسلة زي هذه علشان يجوع الشعب الليبي.